حادث مخيف ومرعب في مدينة ماردين جنوب شرق تركيا، قتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 29 آخرون اليوم السبت في حادثة دهس شاحنة لحشد من المرة في مدينة ماردين جنوبي شرق تركيا. وأعلن وزير الصحة التركي مقتل 16 شخصا في الحادث وإصابة 29 آخرين من بينهم 8 إصابات خطيرة. وذكرت مصادر إعلامية تركية نقلا عن مصدر مسؤول أن شاحنة تعطلت مكابحها دهست حجرا كبيرا من الناس بعد اصطدامها بسيارتين بمنطقة دريك في ماردين التركي. ووقع الحادث قرب محطة وقود في منطقة تاج بالمرة، وتداول نشطاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الحادث المروع الذي أظهر الشاحنة وهي تكتسح المنطقة المزدحمة وسط صرخات المتواجدين في المكان. وعلى الفور أرسلت السلطات المحلية عددا كبيرا من فرق الإسعاف والطوارئ والإطفاء إلى مكان الحادث.